رجعها ملك ثير ملاوين نصيحتي من مدري ذا دميلو ما قالها من طلعت الشمس خمسين وادرى ما عاشي زمانين كلاو عاش يا ثمانين كيلو أهل الجامع لنا كثيرة ملاوي نصيحتي من مدرجة ذو دميلو ما قيالها من طلعت الشمس خمسين وادرى ما عاش يا ثمانين كيلو وادرى ما عاش يا ثمانين كيلو. هذه أسافيل الحظيرة، أسافيل الحظيرة في السحابة الأخيرة، هذه طراف قمرة، وهذا يحامر ذبيت رجما على الأراض مزموم رجما طويلا على قمرة مهايف، وخيل طرش تقافى كأنها غيوم طرش العياضات مروين الرهايف، هذه كرياه، وهذه جبال عرفان، وهذه جبال المسلاف. ما شاء الله تبارك الله سحبت هذه مره حلوه جدا. لبيت من ضيقتي في راس الولاحي بالعصر يوم المشنتر مايل فيه رجما تهاوج براسه هوج لرياحي هيض عيونا على العبره شقاويه في ذرو قمره بقاع دمث وبراحي جنوب زيران ويحامر شماليه يجعل ينشي عليها بارق اللاحي من مدري هم من تزبر من مناشيه. يا سلام الله سلام ارفع طيبه للرجال اهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبهم كون دهايا نحمد الله وقعت كل الحبيبه مملكتنا اللي علاها في الحنايا مملكتنا عزة حل للقضايا نحمد اللي ينشي الخير ويجيبه ربه. هذه السحابة الأخيرة، هذه أطراف قمرة، هذا المحرق يسار، هذه مرخ والمسلاف يمين. السحابة هذه جديدة ما شاء الله جديدة. ذبيت من ضيقتي في راس الولاحي في العصر يوم المشنتر مايل فيه رجما تهاوج براسه فوق الرياح يهيض عيونا على عبرة شقاوية في قمرة بقاع دمث وبراحي جنوب زيران ويحمر شمالية يجعل يشتنشي على هبارق اللاحي من مدلهم من تكبر من مناشية من باب من رافض شقول يسقي على راض لطاحي غيث تنزل بركته بأمر والية حس الرعد يوم تهب فيه متلاحي ولا ناضي يبرق ربابه فين واصيه غرم زينه انزونه لها وصدق يا ضاحي ايه وقفى بروقه تلوح وله تليماحي رفت خياله حقوق ساك بميه. ابقهم ان شاء الله تبارك الله. يا هذه السحابه، هذه السحابه الجديده عاد بديارنا كل النحايا كل خد سير المولى شهيبه والبياض برحمته صارت ملايا. يا سلام الله سلام ارفع طيبه للرجال اهل
صارت ملايا. يا سلام الله سلام ارفع طيبة للرجال أهل المراجل والحمايا. الرجال اللي مراجلهم صعيبة ما يجاري طيبهم كون الدهايا. نحمد الله رب عد كل الحبيبة مملكتنا اللي غالا. صبحكم بالخير يا الربع. يا مرحبا مشهد. الله يحييكم. الله يحييكم. مبروك للمنزل. الله يبارك فيك. المكان ده وش اسمه يا ابو ناصر؟ هذا قود المسلاف. المسلاف اي بل مرخ مرسي الحضاير كلها تجتمع منا يوم عند خشم المحرم، يعني طرف قمره. طرف قمره من شرق. ما شاء الله تبارك الله. وتاكم نازلين سدنا اسبوع. اسبوع الله. وش عندكم؟ وش البل تلقى؟ والله مثل ما لقيت البل شباع. اها. في شرشرة وفي نصيه وفي زهره. ما شاء الله تبارك الله. وش معت سالها برسي. ما شاء الله تبارك الله ونشكره. كنتوا قبل تنزلون هنا؟ والله كان نجد رجليع. اي. في المصفل. ما نجد رجليع خل هيجي نزير فعلي. ما اللي حولكم؟ حنا الجماعة. منهم؟ الربع كل ابو. اي. والله اللي من الجنوب واللي من الشمال واللي من الغرب. الله. ما شاء الله تبارك الله. جاكم عربان من برا الديرة؟ واجد. 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 والما وين هو؟ الما مجنيه بن جال هالشي. مجنيه السد. الله. السد والبير. البير والسد. تروي من السد ولا من البير؟ لا من البير. برزين وصفه. مصفات ما شاء الله. صح. صح. من الجماعة اللي حولكم؟ خاف ما يجي احد لك تذكره بس. اللي حالنا دريم بن فلاح. اي. وعايض بن شمرة. يبل. وفلاح. بن محمد. اها. وتركي بن بادي. وبدر بن هزاع. هذا اللي حالنا. غالب بن فلاح وعبد الرحمن بن العبس. اي أيوة ونعم بالجميع. ونعم بالجميع اللي ذكرت. وين النية؟ سم. النية وين هي؟ النية ان شاء الله دامنا في جودة فلا عندنا نية. اي. عشانة الارض. عسيتوا؟ والله عسانة، عسانة ذا المحمل وعسانة. وش لقيت؟ عطنا علوم، عطنا علوم اساستكم. والله جينا ذا المحمل والله. متى مشيت؟ اعطي العلم من اوله. ارسبنا من الوادي. اي نعم. مخلنا على طريق الخميس. نعم. ومحولنا على الججلة البيضاء وعلى قوداتها. وش لقيتوا؟ والله لقينا ارض يوم جينا هذاك الحين فيها شتيمة مهيب غميقة. ايه. الله الله. ارض خفيفة. هم وين الججلة وين جيتوا معه؟ هم قطعنا خشم برقة القطف. اي نعم. حولنا على جرير. هم رحنا لقينا برقة الحضيري. نعم. لقينا فيها زهرة والله ما هي بشانة. لقينا العرب فارسينها. اي بالله. محولنا مع جرير، هم فضنا مع جرير الحدره، انقطعنا خشم الجزيره ايام يطب في الباطن. نعم. هم خذنا مع طريق رانيا. لان حولنا مع الحافيه حولنا غرب، وطلها الدسمات. وطلها شنتوا فيه؟ والله ايام اتصفنا في ما قربنا صوب المطلق. اي. كان الشتيل تمي بشانه. طيب. قالك زهر خفيف. نعم. الله الله. سندتوا مسرة؟ سندنا مسرة. وش لقيتوا؟ والله لقينا ذا البرق فيها زهر لكن ريتها شوية تتعبنا شوي. فيها عرب؟ فيها عرب. واجد؟ واجد، ذا يشد وذا ينزل وذا. اي. ولا زين الخير الا العرب. ما جاكم نية صابها؟ والله ما جانا نية ولا وهم مهم مشي الارض، لكن والله لقينا ارضنا ذي عودنا عسانا ارضنا ذي، لقى لها شباعة. نعم. وما قريب. صح. بالله المهمل ما هو. طيبة. ما رحتوا شمال ما عسيتوا؟ ما عسان ولا انا نيتي شمال. اي شمال النصي النصي والعشب والرعي انا شمال. وين؟ يوم تجيب محط الحمل وتروح ورا وانت فيه. الحمد لله. ابن هذال ان كان عندنا هنيا ناصر ابن هذال. اي بالله. وحول يقول له زده في الضيف والرجال مشمل رايح يدبر ورا. يبلزم ادق على جواله يعتذر. البارح هو عندنا. اي. طيب وبخير. ما عليه طيب واليوم ظني بروح وراي عسى. قاله طيب ابو هدى. وش؟ رحبي ابو خالد. يا مرحبا يا حمود، ايش حالك؟ يلا حيي. الله يحييك. شلونك؟ عطنا قصيده يا ابوك ذا الحين لين يتذكر ابوك قصايد المحفوظ. يقول القلب يحب المغاتير من ساق. الله. والقاف جاله في هواه اندفاعي من دون نقص في المجاهيم واخفاق، قلب العطايا الله وخير المتاعي، لكن هوى قلبي مع الوضح شفاق وكل على شفه وهذا انطباعي يزينها. لا زرف ولا جل ودقاق وقامت مع الهبال سنها تراعي وقحز الظهور من النسانيس من راق سند الغوارب بنتون ارتفاعي طفح اللواحي
لا مشان زين ورقاق رثم الخشوم اللي كلفها طماع يجعل السحاب اللي معه نوض براق ترويها ماليله سهل كل قاعي يا ما حلا عقب المطنبت الاوراق في ديرتي يرعد بشدور راعي يزينها في خايع ووقت الاشراق وشوف الزهر والنبت جاله اشعاعي يسج ودله كل مخاطري ضاق هي سلوتي لا طال عنها انقطاعي ومرافق لي للمكاسيب سباق صبي الهدى والطيب للمجد راعي ذرب اليمين اللي على الصعب يشتاق وكل بلجل الطيب يدعيه داعي هذه طرات الروح قبل التفراق دنيا الفنا لابد منها الوداعي يا الله يلي بامرك النود تنساق تغفر خطايا اللي سجد لك وطاعي سلامتك صح لسانك عطها ابو غياب يا مرحبا يا ابو خالد يا مرحبا يا ناصر الله يبديك طول عمرك كيم الوادي اي الله 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 يحييك الله يبديك وش بتعطر بمجلسنا والله اليوم يوم من فضيل يوم نعم. الجمعة نعم يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صل وسلم على محمد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكفى همه ويغفر ذنبه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على ويقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي ذكرت عندي فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم على محمد من حقه علينا صلى الله عليه وسلم ان نكثر من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد هذا يا اخواني يوم فضيل اليوم الجمعه يوم مبارك فيه تقوم الساعه وفيه خلق ادم كذلك من مزايا هذا اليوم يا اخواني اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يا اخواني الاستعداد لصلاه الجمعه وكذلك الدعاء في اخر ساعه من عصر الجمعه الدعاء مستجاب نعم وقال بعض المشايخ الدعاء بين الخطبتين مستجاب بإذن الله عز وجل الله الله هذا ما يحضرني في هذا فضل هذا اليوم وبيض الله وجهك يا أبو خالد على هذه الاستضافة المباركة وجهك وجهك وجعل شايبك في الجنة ويطول عمرك وعمر ما يسمع على طاعتك يا رب يطول عمرك عطب فلاح يا مرحبا يا أبو فلاح الله يبقيك يا أخي أنت خليت المجاهيم وغيرت مغاتير صح؟ صح قرب المقرفون من قرب هواية هواية بس هي كلها هواية وش كومكم من المجاهيم؟ ابدا المجاهيم ولا بعد احبها بس انا غيرت انا الاغلبية العفر شفت الناس متجهين للوضع متجهين صاب الوضع وقلنا بنغير وبنشوف على الله كل شيء وانا وش بلقحات ولا خلفات ولا خلفات وش ربك عندك انتاج بس ان شاء الله من عندك خير الله يوفقنا وياك اعطى الشبل هذا اعطى الشبل هذا ارحب يا ابو ناصر تبقى تحيا يا مرحبا ومسهلا عطنا النبيات يا ابوك تسلم يا محلا قبل المرقاب يوم ادق على بال الجاجة قبل ما تطرع على البال يا همبر دهامه سلامتكم صح لسانك اعطيك ايش بتضيف على كلام الربع والله ما عاد عقب كلام الربع اي اضافه لا ضف نبغاك تضيف نرحب بك يا ابو خالد هذا المصياف الزين طول عمرك يسلمك وجيتك يا ابو خالد لها شان كبير جدا الله يجعل ربي يسعدنا بزيارتك وشوفك الله يسعدك ويطول عمرك ويسلمك طول عمرك عطى ابو هادي يا مرحبا يا ابو خالد يا مرحبا يا ابو هادي جالبك كل الجنه انت غيرت المجاهيم ولا بعد لا بالله معنا عفران عند الحين ما شاء الله والمجاهيم معنا اربع ايش وش بتعرف قصيده بتعلم ابوك لا والله ماني بحافظها يا ابو خالد يا والله هل شد هادي واخلى الدار هادي يا والله هل هادي شد واخلى الدار تحدر جنوبه في شماله في هواء كل مزعالي يقول رشاف المباري ما يطوى بعض الأشوار مع أول شديد البدء وما يرقب التالي لما نزل شب المنارة عزيز الجار وقدم مع عميل الهيرخص الغالي يشري لها بريته من بلاد أسحار وذا طبع جده طيب الجد والخالي وتلفوا عليه وكل منهم يرد أخبار ألد الحميدي مزبن الخايف الجالي ترصخ بهم قمرة وشيخ الجبال ضمار مع البر كله والبلالي والأسهالي الله الله يصح لسان طويله القصيده هذه اطول يبل يا رب يرحم الميت ويحفظكم جميعا وين البل يا ابو هادي والله البل من فوق هجره جرير هناك ترك في الجنوب ما جيت نعم. كيف الارض عندكم طيب عربكم غالبين اهل الدير ذي بس لبيه عربكم غالبين هم اهل الدير جده صدق والله نعم عندكم زهر عندنا زهر وعندنا خير شباع شباع نحمد الله اسمعوا يا اللي قاعدين في النص ترى بصور هذا ما عندك من لذة الشتيل هالزعنة لكن زهر ما فيه زهر ما شفته بعد نقول انت حداهم عندنا الخير ما عندكم زهر انتم عندنا زهر وين هو في انطح جيران وانطح لبودة وانطح المشاليف فيها الزهر صحيح فيها زهر والله فيها زهر وش عندكم يا ابو هادي غير الزهر والنصل عندنا الشتيل وعندنا الماكر عندنا خير عندكم ربلة
نعم عندنا الربلة. الربلة الموت اللي تبني ظهورها. عطاطا ابو مرحبا ابو خالد. يا مرحبا يا ابو ذياب. الله يحييك ويطول عمرك. والله اللي مرحبا ومسهلا. تسلم. وش بتضيف على كلام الربع؟ والله ما نضيف على كلام الربع شيء. البلوين. مرحبا ومسهلا. تسلم تسلم. البلوين هي؟ الباع على متى بتجي عطاطا ابو؟ متى بتجي؟ متى بتجي؟ الساعة 12 انت قايل على وقتها. الساعة 12 اليوم جمعة بروح اسلم. اي بدناك انا اصورها يا ولد. قريب عندنا؟ قريب. ها بنروح سوا. يلا خلونا نتجه صوبها، ناخذ لنا فنجان ونتجه صوبها. ان شاء الله. هذا الحنايا مملكة عزنا مكة وطيبة، مملكة سلمى لحل القضايا، نحمد كل شيء الخير ويجيبه، رفعت بديارنا كل النحايا، كل خد سير المولى شغيبه والبيا صارت ملايا رب. يا سلام الله سلام ارفع حطيبه للرجال اهل المراجل والحمايا، الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبهم كون الدهايا، نحمد الله رب بعد كل الحبيبه مملكتنا اللي غلاها في الحنايا، عزنا مكة وطيبة، مملكة سلمى لحل القضايا، نحمد كل شيء الخير ويجيبه، رفعت بديارنا كل النحايا، كل خد سير المولى شغيبه والبياض برحمته صارت ملايا رب. يا الله تبارك الله. هو 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما لا تروح من الرد. اوه علي ابو ناصر هذا فهاق قال ربي يطول عمر بناه دع علىنا. من هو يمنه؟ من حسن واخوانك قال لهم يسلمون. وش حسن؟ القريني. ونعم اي بالله بيض الله وجهك. نعم ونعم 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 ما شاء الله. يشدوا الولد واحد من هذا لنا خوي المحمد. ايه قشرته مغاتير قشرها قال ابشر بحلها. هذا الوجه. قلت ما له يا اخوانه هو ارسلوا لنا ذا القعود يا لهم يسلمون. ولا وايد منهم عطاهم وايد جاء شايفهم بالله. اي بالله. وش سنه؟ يدع عند السند. اضرب بالمعاشرين عليه. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. فهاق فهاق. والدقه وش عليه؟ دقت على بعير علي بن محماس قال هي اسلم. منعم. ومعطينا منيح ومعطينا هدو. يلا انت تعطيه الصحه والعافيه. يا الله ربي يطول عمره. يا غريب عليه. كل ابو علومه طيبه. يلا ثلاث سنين ويهدي البعارين علينا نضربها. ويهدي علينا القعدان. وقال لهم يسلمون جماعه والرفاقه كلهم. اي بالله يعني ما فيهم ضعيف. انت به روح. احمد رجعها رجع روح وصح له. Go! Go!
اقول يا حكلها و... يوم جاتك عودت عليك بدون قعده تنك تبي احد يشوفها تنك تبغاك احد لا من غير ربعنا اللي حان قريب اللي قريب اي شوفوا يا عرب اي نعم والله بنوريهم ذا المقطع كله بنقول شوفوا ذياب الابله تتبع بدون قعده انا وياهم شيء واحد وبينكم اسماعيلي يختار اي نعم لا ما شاء الله ما شاء الله عند الصفرة اللي تقول كانت المقرفون اللي قرطت اي بل هذا كانت مقرفون الصحراء ما شاء الله تبارك الله ذاك الحين عدها باكره روح امشي امشي في عطها صوت امشي هذا الحين عاكسينها ولا لونها على مستراحة ولا على هوايتها كان شفتها لا ما شاء الله لا بالله ما شاء الله طبعها ما شاء الله الله يبارك لك الله يبارك لك ما شاء الله تبارك الله طبعها طيب الردينها من مات هي تبي القحات حدرة من القحات جات هيج عثرنا جات اي بالله اركب 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 ما شاء الله على طبع ابلك يا احمد ما شاء الله تبارك الله صح لها راعيها وجاته والقعدة ميب عندها عاد لو انا قعدت معها وراحت نصوب بايتها وش بيصير يا سلام الله سلام ارفع حطيبه للرجال اهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبهم كون الدهايا نحمد الله رب عد كل الحبيبه مملكتنا اللي على سلام ارفع حطيبه للرجال اهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبهم كون الدهايا نحمد الله رب عد كل الحبيبه مملكتنا اللي غلاها في الحنايا مملكتنا عزنا يا سلام الله سلام ارفع حطيبه للرجال اهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبهم كون الدهايا نحمد الله رب عد كل الحبيبه مملكتنا اللي غلاها في الحنايا مملكتنا عزنا يا سلام الله سلام ارفع حطيبه للرجال اهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبهم كون الدهايا نحمد الله رب عد كل الحبيبه مملكتنا اللي غلاها في الحنايا مملكتنا عزنا مملكتنا لحلال القضايا
شاء الله. هذه اللي عليها 45 يا ابو ناصر. ما شاء الله. شبوها؟ ما شاء الله. ما شاء الله. خلنا بندوق حليب ابوكم يا ابو ناصر نشوف انتم مثل الحجم ولا مثل المهمل ولا مثل القمره حقين عضاده. ان شاء الله احنا منهم وان شاء الله فوق. ها؟ كيف جيب الحليب يا ابو؟ كلنا ان شاء الله الله يسعده هنا. كلنا الله يسعده هنا، بس ان بعض الحلال وبعض الاماكن لقيناها الحليب عسل. يا رب يبارك لنا ولهم. امين. يسعدنا النية ولهم كل مسلم. والله حليب ابوكم عسى، انتم حاطين في شيء؟ احنا حاطين في شيء، ما ذوق الا الزهر طال عمرك والاقصام الاسود والشرشف. يا ولد الحليب ذا فيه سكر ولا عسل؟ في عسل ذا. ما شاء الله تبارك الله. اقول الحليب ذا في عسل. كلهم انهم عسل كلهم. عسل البلدي معسلهم كله. بارك فيه بلبل. اجلس يا ابو ناصر. صلاح لا لا انا بعطيك محمد. هذا طلعت البل في الربيع. الحمد لله. وفي الصيف الزين. شو اسم ناقتك يا ابو فلاح؟ شو اسمها بالله عليك؟ سهاجة. سهاجة؟ صحيح. ما شاء الله تبارك الله، والله اسم خطير. قرب قرب. لا مو بخطير. لا والله سهاجة. خطير. عادي اسم عادي. تشوفها عادي لكن الناس يحلونها مو بعادي. عادي الناس ما كلهم على كيف. والثانية شو اسمها؟ سجادة. سجادة سهاجة، كل ابوها سيدة. اي. ما شاء الله تبارك الله. وين راعي عقوبة؟ ما جاء اليوم؟ عقوبة في الوادي يطلب الله يقول بصلي. الله يوفقك يا رب العالمين. استر عليه وعليه وعلى كل شيء. الله يوفقك الله يوفقك. اللي بيتكلم ولا بيعطينا قصيدة ولا شيء ولا هذا؟ كنا اخوة النشامة تصلح لنا ايه وسوالف هات الرجال. ايه ما ادري قرب المغرفون. ما ادري وسوالف العلي. ايه حطه في ذلولة. ايوه شو يقول؟ يقول يراك بالحمرة انت فضل المصاليب. الله الله. مربوعة الجمهة تلمس الديرة. ركبها ما حسها بالعراقيب اما عصاه الصوت ولا صفيرة. وما ادري من هم نصيها احسان على طليب نصه ما ادري وش قال لا تنصيه غيره. الله الله. من رفق الطيب يزيده على الطيب من شر ولا كف شره وخيره. صادق. ومن رفق الخيب برك العذاريب مرت عليه الطايلة والقصيرة. صادق. جربت واخذت السوالف بتقريب وعلي من رفقات الهند الجيرة. الله الله سلامتكم. سلمت صح حسان. ما ادري من راعي الله ان كان حي فالله يسعده وان كان ميت فالله يرحمه. يقول ما القلب ان شاف في الوقت ريبه واندهاش واعتقد كم من فطين يشوف الليزم على صدري لد شولن مواليف هنا عطاش في له بالقيض والذود لاحق هضمه او وجود اللي لها شهور والرجلين ماش غرتها اقوات الايام والحضان عما لا طرى له ما مضى وان وضلعه هشاش مخطر من ونته لا يصيح ويجزمه والسبب ذا الوقت حزك ما حز المحاش حط للخايم مكانه ولا القر معدمة الحصيني قام يبدي الطويلة ما يناش عقب شاف الذيب جاله من الوقت تخصمه قام يلعب في التخاتيخ من دون ارتباش يا ردي يساس وشك تزوم وتزعمه والله ان الوقت ضربه مثل ضرب الكلاش ما سلم من ضربها الاملوك ولا زعمه حال من ماذي النفسي ولو طحت بهلاش لو يجور الوقت مشكاي خلا قسمه لو شكيت الحال للاش ود اللاش لاش سند الشك والمن هو يعين المسلمه رفقة ما هي بلله ما تبغى بلاش الغني الله تعالى ولا احد يرحمه والله ما مثل المعزه لو ان الحال ماش خلنا قل الشماته يموت ويندم الرفيق الصادق الذر منزوع الغشاش هو رفيقي وان بغاني رفيقي يزهم ما نطيع الشرف في الشور ولا في النقاش نردعه لين يتعوذ من دروب العمى يلا اني طالبك لا وقف حبل المعاش رحمتك ثم طاعتك يا كريم الاكرمه وسلامتك. صح لسانك. صح لسانك. اقول في نهايه هذه الاستضافه نشكرك يا ابو خالد ونشكر قناتك المباركه قناه العساس. طول عمرك. قناة واقعية وقناة مباركة تخدم المجتمع وتخدم بالنسبة لأهل البادية. يا سلام الله سلام ارفاح طيبة أهل الرجال أهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبة ما يجاري طيبهم كونة تهايا نحمل
سلام ارفع طيبه للرجال اهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبهم كون الدهايا نحمد الله رب عد كل الحبيبه مملكتنا اللي غلاها في الحنايا يا سلام الله سلام ارفع طيبه للرجال اهل المراجل والحمايا الرجال اللي مراجلهم صعيبه ما يجاري طيبه